اشتعبت حرية إدمان سياسة حرية لغزة Ils ont des droits de vivre en sécurité, on a la liberté de dire l'insanie. Israël est déni par les droits ou par les valeurs. Mais c'est un استعباد بالوسط البلد بحق ذاته. راني نوصيكم يا إخوة إذا كانت فلسطين حرة ما تنسوش الطفولة بس كمن ثم يبدأ عقل الطفل اللي فانكشن على حياة التربوية حرمهم التعليم وحرمهم الدراسة. Liberté de dialogue, l'insanie, Israël est déni par les droits ou t'as qu'à faire. Mais c'est un استعباد بالوسط البلد بحق ذاته. راني نوصيكم يا إخوة إذا كانت فلسطين حرة ما تنسوش الطفولة بس كمن ثم يبدأ عقل الطفل اللي فانكشن على حياة التربوية حرموهم التعليم وحرموهم الدراسة والطفل مشتاق حتى قطف ما باش يعيش وما عايش متوفرة هكذا هي الدنيا الدنيا واحد مترو طبيب واحد مليون تنحيلو. جردي كنفو الى باسي دوان نحكي على اللي صار نحكي على اللي فات نحكي على دراني ما عندهمش ميم با ابسط الحقوق ديالو طفولة